حاجة بيزار ماشي نورمال حياتي بلا بيها. أصحابي وجيراني فاميلتي قاع يعرفوها، سكنتها قلبي دخلتها داري سميتها المظامة. هي والله نيتي نعطيها اسمي ندير معها الدار، يا كنتي تسوي عادي الدنيا هرضا عليك حتى والديا. كنت سيري معاك انتيا كنا فور، حبس السهرات وطريق العوجة معاك غير انتي حبس الخرجة. كنت عاقل ما عندي حاجة كنت معاك لزام، ديروا لها لقلب اللي راني نبغيها ومازال هي عمري. راني ما انا في داجة ميشونجية، راني نقولها للجنرال هي عمري، نخمم فيها ليل ونهار ماشي غرضي. محمد نازيم فنان كبر مفنو من صغره، كما اي جواب كلاسيكي كبرنا من الصغر مع الفن، ما كبرناش وتعلمناه مي كبرناه من الصغر كبر فينا. محمد نازيم هو فنان من اب جزائري وام مغربيه، كبرت في المغرب وقريت في المغرب وتربيت وتشبعت بالثقافه المغربيه الحمد لله، وجوتيام بوكو اما كولتور اجيغان اي ماروكان الحمد لله لي دو كيف كيف، والحمد لله جو سوي فيغ دو فيغ هاد الميلونج بين هاد جوج اجمل بلدان في العالم عندي انايا والحمد لله. فوالا وفني اللي هو الراي بيان سور، حيت لا كولتور ديالي كبرت بها وسمعت بها وسمعتها وتربيت عليها ورويت عليها كما كيقولوا المغاربه، وهي لا كولتور اللي كنحس بها وهي الفن، حيت هي الثقافه اللي سمعت عند وايد الله يرحمه كيطلق مثلا كموسيقى في الدار مع العين بيان سور بلي كان كيطلق الموسيقى ديال الاجيال ديالو ديال الحقبه ديالو، داكشي هو اللي كان كيبغي، وكان هذاك الشيء اون ليزون داكشي اللي سمعت وكبرت به ولقيت راسي فيه بكل بساطه. انا الاغنيه خيرت العنوان وخيرت داكشي اللي كنشوف، انا بحكم انني كنخدم في عين دياب بحال اي موسيقي كيخصو يعيش من عين دياب باش تعيش. الوغ عين دياب بكل المحاسن ديالها وبكل المساوئ ديالها بحالها بحال الدنيا، فيها اي حاجه زوينه واي حاجه ماشي مزيانه. الوغ انا اختاريت هذاك لو تايم العنوان ديال عين دياب باش نغني داكشي اللي شفتو كنقولو بالحاجه زوينه بالحاجه الخايبه. هي صراحه ما كنتش متوقع مي دارت واحد البلبله زوينه ودارت ان بوز عجبني، انا عجبني الحال حيت ملي ولاو لي كومونتير ولاو انتقادات ولاو كعجبني الحال لان الاغنيه وصلتهم خلقت نقاش خلقت واحد لابوليميك واحد الجدال اللي هو عجبني انايا، وكنضطر ان اي واحد نشرح له علاش قلتي هذه الكلمه علاش لا قلتي هكا كنويتي هكذا، وانا كنت كنضطر نشرح لاي واحد المبتغى ديالي من الكلمه، وكنظن بلي الاغلب يقتنعوا بداكشي اللي كاين والحمد لله هذا هو البليز امبورطون. ووصلوا وعنده قاعده جماهيريه ديالو سما تبليت به، ولكن الا جينا نهضروا على توندونس اللي هي مثلا جديده في الوقت اللي حنا بدينا كنبانوا للناس، جيتي بلو كويرون مع لو ستيل عاقل. الور عاقل كان انسان حتى هو فنان، اعطى الفن غنى بيان كوم الفو، صوت جميل، انسان طيب الله يرحمه، واغانيه حسيت بهم لدرجه اني كنت كنغني يمكن انا بين الوالي اللي كان في 2008 في 2007 ولكن انت كتغني اكزاكت هو كان ديك الساعه باقي في الحياه الله يرحمه، كنغني انايا باسكو جي شوازي داك الشيء ماشي حيت دار البوز ولا حاجه. الور الناس كنسمع باللي كان الناس كيعطيهم شهادات كيقول لك لا فوا ديالك بحال عاقل كيما عاقل، بعض المرات كنلقى الوالده مسكينه انها هي كتقول لك يكون عاقل مطلق في الدار تقول لك الوالده واش ولدي محمد هذا، الوغ ملي كتوصل للام ديالك انها تلف لها الصوت ديال ولدها مع واحد، يعني قلت يمكن راه كاينه واحد النسبه. مي انا ما عمري فكرت نقلد عاقل غير باش مع العلم، كنغني بدي فاسون ديالي كنغني بديزينيونس ديالي، يمكن عاقل تبارك الله فنان كبير اللي عطا وفنان كبير اللي نقدر مثلا ما نوصلش النيفو ديالو تبارك الله، هذاك صوت خطير وعنده لي كاليتي ديالو كبار باسكو الي اكسبيريمونتي ويلي قديم عاقل، مع العلم الناس عرفوه بزاف من اغنيات ديروا لها العقل باللي نبغيها ومازال. في 2008 جو بونس عاقل كان كيغني من 1992 دار اول البوم ديالو سي فري، الاغنيه ديال حسدو ولات غيرو اللي دارت سوكسي بارتو في شمال افريقيا، ما هي ديال عاقل حسدو ولات غيرو ديال عاقل من 95 96 غناها، ولكن تداولات مع بزاف ديال المغنيين وهادو ما عرفناهاش فين شكون هو ضاعت ما بينها، مي صافي بليزير عاقل براسو الله يرحمه كيقول اغنيتي صافي بليزير يغنيوها الناس ما كانش مشكل. هذا غير باش نعطي واحد النبذه على عاقل الله يرحمه كيفاش كان نهار كان عايش الانسان، كان عندهم انسان عادي
نهار مات عاد هزينا به ومسكين كان مسكين عقال مسكين سمعوا أغاني ديالو ديروا لي الكوفر ديالو. علاش الإنسان ما نعطيوش قيمته من يكون حي في الحياة؟ واش سافد واش سافد من بعد من مات مثلا؟ هدرنا به البوز وهدرنا عليه، علاش داك السيد ما هدرناش عليه؟ عطينا حق الهضرة، أنه حق الهضرة عليه أنه كفنان حاضر ماشي تيموت. أنا كنتمنى من ربي يطول لي العمر وننجح في أعمال ديالي ويوصل الناس ويحبوني، كنتمنى يحبوني وندخل وسط العائلات. انا ديما كنفيزي في الاغاني ديالي انني نبقى محافظ على الكلام باش يسمعوني. بعباره اخرى، الا كندرت اغنيه وقدرت تسمعها ما اختي وعائلتي وخالتي وجداتي ولا فامي ديالي، يعني عارفه غا صباس. ما غاديش ندير اغنيه اللي غادي نقلل فيها الاحترام، او لا مثلا انت مثلا تلقى في الطوموبيل تكون معك الوالده او اختك او ولا نسيبك ولا تحشمت هكا، جيم با انا نكون في هاد لوكا. الور هاد اللي ما يصطلح به الواي واي اللي سماه الواي واي هو سيديو راي باش تفهموا، هو امتداد للراي اللي كان مع حقب ديال الثمانينات التسعينات الالفينات ودابا. الور هاد الواي واي انا نعيب على حاجه وحده، نعيب على الكلام الا كان ماشي في المستوى اللي غادي يليق بالاسر يسمعوه. ولكن بالنسبه للموسيقى، هي طوندونس جديده في الموسيقى، جاو صولويات خفاف فيه دي ميلودي شابين، فيه ان ريتم كي تو في بوجي يقدر يسمعو اي واحد، يقدر نصراني الا سمع داك الريتم يشطح عليه. انا ما كنكرش هادشي، الواي واي عنده واحد الروح كتسمعو كتفرح كتسمعو، ولكن انا كنعيب غير على الكلام. الا كان الكلام ما مديباسيش الاحترام، ما مديباسيش الاحترام بزاف وقلل اللحيه، هذاك الكلام نلومو. بصح الا كان الكلام عادي كل واحد يسمع كيما بغى ويفهم كيما بغى، وهادشي اللي كاين وانا ما كنلوم حتى شي واحد. جديد الفني واش نقول لك، من بعد الاغنيه ديال عين دياب اللي هضرنا عليها مؤخرا سجلت اغنيه هي راي كتشبه الواي واي كما كيقولوا صحاب الواي واي، مي انا تعمدت فيها، هي مداحات كيتسمم له ستيل مداحات. الراي فيه توا انواع، المداحات هو ذاك الراي اللي فيه ذاك المقام بياتي، الموسيقيين يعرفوا هذه المساله، واللي هو المداحات هما اللي كانوا كيغنيو دوك الراي القديم اللي كانوا كيغنيو الشيبانيات، بحال كنت كنقولوا مثلا العونيات مثلا هنا في مارك اللي كنقولوا هنا مثلا، بحال العيوط بحال حاجه. المداحات فيه موسيقى امبيونس، فيه صولويات خفاف وفيه الهضره كثيره، وخدمت عليها دي بارول اللي هما دياولي صنعتهم، ودرت ان كليب اللي نقيت شويه، حاولت ندير ان كونسيبت دو كليب فيه لي كولور فيه الوجوه مزيانين فيه لومبيونس. وعاد يلا هذه تقريبا واحد 3-4 جوغ عاد حطيت لو كليب، راه الحمد لله لقى استحسان زوين وعجبني داكشي اللي راه فيه، وعجبني الهضره اللي كيهضروا عليه الناس، وكنتمنى ان شاء الله يعجب الناس وما يقولوش راه محمد نازيم راه عيق علينا بهاد الموسيقى ولا شي حاجه. دابا كنشكركم بزاف اللي كلفتوا وقتكم باش انكم تفرجوا فيا وتسمعوني وتاخذوا من وقتكم باش تسمعوا وتكتشفوني، ونتمنى ان شاء الله نكون في حسن الظن ديال 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 هاد الناس اللي كيشوفوا والاصدقاء ديالكم وكاع اي واحد يشوفني. وكنتمنى ما نكونش طولت وما نكونش كما كيقولوا قجرت بزاف، ونتمنى نكون خفيف وزوين. بالصحه الغيره مليحه شويه غير خطره على خطره، كيشوفك فرحانة أتنسيني في هموم الدنيا، تي عمري وما بيك قاع العام عاشق فيك انتيا. كيشوفك فرحانة أتنسيني في هموم الدنيا، تي عمري وما بيك وقاع العام عاشق فيك انتيا. ديري فيا كونفيونس عندي ولا سوفرونس، يموتوا بنكا اللي قالوا لك عوجوك عليا. ايه نقسم بالله من غيرك ما عنديش، من غيرك ما نبغيش يما، وعليك ما نبغيش انتي يا مون امور. ايه نقسم بالله من غيرك ما عنديش، من غيرك ما نبغيش صحابي وما نوليش.